عزيزي بهاء، أنا أستمتع دائما بالعزف معك. بهاء بهاء بهاء. ريشة، بلبل، حسون، هذا صديقي العزيز الببغاء بهاء. تريد أن نختار أحد أصوات الحيوانات وأن نلعب جميعنا مع بهاء؟ قطة. بهاء يا عزيزي، ماذا حدث؟ يبدو أن بهاء لا يريد أن يلعب هذه اللعبة. فهمت، أنتم مهتمون بمعرفة اللعبة التي يحب بهاء أن يلعبها ومعرفة المزيد عما يحب هذا الصديق الجديد. شكراً 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 لك معزوزة. مرحبا سالم، أهلا وسهلا فيك بحي أهلا سمسم. بدي أعرفك على صديقتي بسمة. بسمة، سالم سالم. مرحبا، أنا بسمة. إحنا عم نسجل هذا الفيديو مشان تتعرف على حينا الحلو كتير. صحيح، ومثل ما أنا شايف ورا في عنا أزهار ونباتات من كل الألوان. هاي حديقة تيتا نوري اللي بتهتم فيها كل يوم. صح، وإحنا دايماً منساعدها تهتم بالزهور، وهذا كمان هو المكان اللي منلعب فيه مع كل أصحابنا. شكراً شكراً، مزبوط مزبوط، هذا هو حينا، الكل فيه حباب وطيب. أشياء عشوائية، كل إشي بتقدروا تلاقوه بعرباية الأشياء العشوائية. مرحبا قرقور. أهلاً جاد. سالم، بحب أعرفك على صديقنا قرقور، وهو بحب يساعد أي حدا ممكن يحتاجه، صح قرقور؟ ها؟ ما مين عم تحكي؟ قرقور، هذا فيديو بدنا نصوره لسالم ونبعت له إياه لحتى نعرفه على الحي اللي إحنا عايشين فيه. مرحبا سالم، أنا قرقور ولازم أروح أساعد الشيف ليالي في تصليح حنفية المي في المطبخ لأنه بدها تغسل الخضروات مشان تحضر التبولة. هذا إشي كتير لطيف منك قرقور. عن جد شكراً كتير لك قرقور. سالم، بدي أحكي لك إنه إحنا جيراننا جايين من أماكن مختلفة ومنحب نتعرف عليهم. مرحبا شيف ليالي، عم نعمل فيديو لابن عمي سالم. مرحبا سالم. هيك تمام، سبتت صح؟ ممتاز. سالم سالم، هيك منكون عرفناك على حي أهلا سمسم وعلى كل أصدقائنا بحي أهلا سمسم، صح؟ مرحبا. أهلا أهلا. اسمع جاد، معزوزة، شلونكم؟ أتمنى تكونون بصحة جيدة. صحتنا ممتازة دكتور سعيد. سالم، مثل ما أنا شايف نحن كل أصدقائنا من بلدان مختلفة بس كلياتنا منحب شي واحد مشترك، منحب حي أهلا سمسم. التبولة صارت جاهزة. يا سلام، أنا كل شي أحب التبولة. ممتاز. سالم سالم، نحن نروح نأكل تبولة، ماشي؟ سلام سلام سلام. مع السلامة مع السلامة. نعم يا أصدقائي، لقد ظننتم أن لعبة بهاء المفضلة هي تقليد الأصوات، ولكن بعدما قمتم بسؤاله ومعرفة المزيد عما يحب القيام به تبين أنه يحب اللعب بالكرة. وبسبب حب الاستطلاع لديكم استطعتم أن تعرفوا أكثر عن بهاء، والآن أصبح لديكم صديق جديد. أحسن.
أحسنتم يا أصدقائي. اسمي داني، عمري 7 سنوات. انتقلنا أنا وعائلتي حديثاً إلى بغداد من الموصل. أنا سعيد جداً لأننا نزور صديقي الجديد علي. اعتاد علي وعائلتهم أن يلعبوا لعبة المحابس في رمضان. اسم اللعبة يأتي من كلمة محبس. أنا لم ألعبها من قبل. وعدني علي أن يعلمني هذه اللعبة. أنا متحمس جدا. أخبرني علي أن أحد الفريقين يخفي المحبس ويحاول الفريق الآخر العثور عليها. يبدو أن المحيبس لعبة ممتعة للغاية. أها، وأهم شيء إذا كان لدي المحبس والفريق الآخر حزر خطأ فيجب أن أصيح بات. تم تشكيل الفريقين، فلنبدأ اللعب. والآن لنرى إذا كان بإمكانهم أن يحجروا مكان المحبس. واضح أنه ليس سهلا. جيب المحبس. هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها لعبة المحبس ولقد أحرزنا نقطة. كان لعب المحيبس ممتعا وفيه تحدي في نفس الوقت. أنا سعيد لأنني تعلمت لعبة المحيبس مع صديقي علي. مرحبا يا أصدقائي، حان وقت كلمة اليوم. هل بإمكانكم أن تحزروا ما الكلمة التي أفكر بها؟ نعم، فلنحاول معا. حسناً، سأعطيكم 3 مفاتيح للحل. هل أنتم جاهزون؟ هل تدل على حيوان أم نبات أم جماد؟ تدل الكلمة على جماد. هذا هو مفتاح الحل الأول، وإليكم المفتاح الثاني، إنه وسيلة نقل. وجدت الحل، وجدت الحل. إنها سفينة فضائية. محاولة جيدة. استمعوا مرة أخرى. تدل الكلمة على جماد، وهو وسيلة نقل. أما المفتاح الأخير فأنه يمشي على سكة الحديد. والآن هل حزرتم ما الكلمة؟ لقد وجدتها، إنه قطار. نعم، أحسنتم. لقد استخدمتم مفاتيح الحل جميعها لتحزروا كلمة اليوم. قطار. من شيء قديم لشيء جديد، حاجات بتعملها بالإيد. عندك حاجة مش محتاجها، استعملها هتستفيد. ما تخليهاش في نفسك، عملها بنفسك. أهلا وسهلا بكم جميعا. جادو وبسمة جمعوا كل القبغات هذني على مدن عيد استعمالها بدل ما يذبوها، وأني عندي فكرة لعبة مميزة وحلوة كلش. صدق؟ يعني إحنا نقدر نسوي لعبة من قبغات البطولة؟ إيه؟ صحيح يا جاد. تعرفون شنو حنسوي؟ إيه؟ شنو؟ حنسوي لعبة الذاكرة. لعبة الذاكرة؟ سلمى، أنا أريد أتعلم هاي اللعبة. وأنا همين. ونتعلم شلون نسوي لعبة الذاكرة؟ وشلون نلعبها؟ وانتو همين لا تنسون شاركونا من البيت. خليهاش بنفسك، عاملها بنفسك. راح نحتاج قبغات البطالة، أقلام تلوين، مقص، أوراق. جاهزين؟ إيه جاهزين. يلا نبدأ. تمام. الخطوة الأولى، حنحتاج نرسم قبغات البطالة على ورقة على مود نسوي الدوائر. أنا أقدر أسوي هيج. وأنا همين. وهيج اثنيناتنا نشتغل أسرع. زين، كم وحدة لازم نرسم سلمى؟ حنحتاج نفس عدد القبغات. إيه. واحد.
2 تمام 3 4 5 6 7 8 9 10 10 صح، معناتها نحتاج 10 دوائر. صحيح، يلا نبدأ. الخطوة الثانية، حنرسم الصور داخل الدوائر. على مود نلعب لعبة الذاكرة، لازم يكون عندنا صورتين مثل بعض. وطبعاً الصور ممكن تكون أي شيء أنت تحبوه. ممكن تكون ألوان أو أرقام أو حتى حروف. أنا أريد أرقام. وأنا همين. حلو حلو، يلا نبدأ. الخطوة الثالثة، حنقص الدوائر ونحطها بالقبغات. تمام. وتذكروا من تريدون تقصون لازم تطلبون المساعدة من أحد كبير. هسه هنحط الدوائر بداخل القبغات، ولأن الدوائر أكبر شوية حتثبت وما حتوقع. وهسه قبل ما نبدأ لعبة الذاكرة حنقلب كل القبغات ونعيد ترتيبهم. إيه تمام. زين هسه شلون نلعب؟ على مود نلعب لعبة الذاكرة، كل مرة لما يجي دورنا القبغات. تمام. إذا طلعوا الرقمين متطابقين حناخذهم. إذا طلعوا مو نفس الشيء نقلبهم مرة الأخ نتذكر مكانهم زين. تمام. على مود لما يجي دورنا مرة جاية نعرف وين كانوا. تمام تمام. شابون. لا صحيح. وهسه صار دوري صح؟ صح يا جاد. تمام. ها؟ حلو يا جاد. تمام. أتمنى تكونون استمتعتوا بلعبة الذاكرة، وتذكروا إنه إعادة الاستعمال تساعدنا إن إحنا نحافظ على البيئة، وهمنا نسوي شغلات كلش ممتعة وحلوة. هيا بنا نتعرف عدد اليوم. ترى ماذا سنعد اليوم؟ نظارات. دعونا نعد كم نظارة توجد على الجدار. هيا يا أصدقائي فلنبحث ونعد معا. واحد، اثنان، ثلاثة، أحسنتم يا أصدقائي، وجدنا 4 نظارات على الجدار. عدد اليوم هو 4.